ها هي خريطة العالم. أنتم هنا أو هنا أو حتى هنا، ومن مكانكم تشعرون بأنكم غير قادرون على فعل أي شيء حينما أمر ما من الجانب الآخر من العالم يغضبكم، مثلا هنا. ولكن هذه ليست الحقيقة الكاملة، فلنقترب ونرى ونطمئن. مثلا تصوروا شركة فرنسية للإنشاء تتخصص بصناعة مواد البناء، وهي من الشركات العالمية الرائدة. ثم تصوروا قيام هذه الشركة باستثمار مصنع لها في منطقة الشرق الأوسط في سوريا مثلا. بالنسبة للشركة كان الوضع مثاليا لتوسيع نفوذها في المنطقة، ولكن تصوروا في يوم من الأيام يثور الشعب ضد رئيسه وحكومته. بعد سلسلة من المظاهرات السلمية المقموعة استمر الصراع بلا حلول، مما أدى إلى حرب أهلية. مع استمرارية الحرب انقسمت البلاد وتعددت مناطق النزاع، مما أدى إلى تهديد مصالح الشركة. تصوروا الآن أن مجموعة إرهابية مثل داعش عرفت بجرائم الحرب والإنسانية تستغل هذه الفوضى لتستولي على المنطقة، وأن هذه المنطقة لا تبعد أكثر من 60 كيلومترا عن المصنع الفرنسي وعدد كبير من الشركات المحلية العالمية، وبأن جميع هذه الشركات أدركت خطورة الوضع وقررت الهرب من المنطقة إلا شركة واحدة وهي الشركة الفرنسية. توسعت الأراضي المحتلة من المجموعة الإرهابية، ولكن أصرت هذه الشركة على استمرارية العمل، وهذا على حساب سلامة وحياة الموظفين السوريين الذين استمروا بالعمل بعد أن الموظفين الأجانب استدعوا إلى ديارهم. والآن تصوروا أن هذه الشركة، دون أن ننسى أن مكتبها الرئيسي كائن في فرنسا، قررت التعامل مع المجموعة الإرهابية بشراء البترول منهم. الآن تصوروا أن هذه المجموعة الإرهابية أغلقت الطرق ووضعت نقاط تفتيش إجبارية تسيطر على حركة الشركة. فأدركوا أن شركتنا الفرنسية لا تقوم بشراء المواد الأولية فقط من هذه المجموعة الإرهابية، بل تقوم بدفع رسوم لها لسماح حركة الموظفين والبضائع. من خلال اتفاقيات شبيهة لهذه تستطيع المجموعات الإرهابية مثل داعش أن تمول نفسها ماديا لاستمرارها على ارتكاب الجرائم الحربية والإنسانية. هذا ما يسمى بالتمويل الإرهابي والتواطؤ مع هذه المجموعات بارتكاب جرائمها. وبعد عدة أشهر من استمرار العمل مع ظروف الحرب في هذه المنطقة واختطاف عدد من الموظفين، قامت المجموعة الإرهابية بالاعتداء على المصنع في شهر سبتمبر عام 2014، وقام الموظفين بالهرب بطريقتهم الخاصة. ولكن لنعد إلى البداية، هل تتذكروا حين قلت لكم أن باستطاعتكم تغيير الوضع من مكانكم الآن؟ هذه هي حقيقة الأمر. جمعيات شيربا و ECCHR قاموا برفع شكوى في فرنسا لخدمة العدالة. حيثما كنتم يمكنكم المساعدة عبر العريضة الموصولة بهذا الفيديو.